السلام عليكم. دلوقتي شقتنا الجميلة، الفرصة الحلوة جدا دلوقتي بالنسبة للشقة دي ما شاء الله. دي البلكونة، وديت شجرة الياسمين، والشجر اللي انتوا شايفينه ده بتاع اسمه اللي هو تشام اتش، اللي هو بتاع الاكسجين. وده دلوقتي الاقسام جامع تاريخي طبعا بس متجدد، والبحر زي ما انتوا شايفين كده. البحر ده بالظبط حوالي من هنا للبحر 17 دقايق بالظبط هنروحه هناك. وحتى احنا في البحر هناك بنبص على البلكونة اللي هنا من عند شاطئ البحر، تقدروا تتمشوا هناك في شاطئ البحر كل يوم، تعملوا رياضة كل يوم ما شاء الله. وطبعا هنا ديت شجرة ده الريحان، ده الريحان، ديت النعناع، ديت علشان بتعمل ريحة حلوة وما فيش أي حشرات تخش عندها. الصبار، هنا الصبار اللي هو مفيد للجسم وللشعر وللوجهة. الورد بسم الله ما شاء الله هنا. وطبعا المية عشان العصافير والحمام. الورد ديت برضو ديت دي ما شاء الله اسمها بالتركي لافاندا. ديت الازهار بتبقى زرقاء وبعد كده بتبقى ريحة جميلة جدا وصحية حلوة جدا. ديت الصالة، غرفة النوم الرئيسية الكبيرة. شايفين العنب ما شاء الله. على فكرة الشقة ديت بتتباع بالعفش، يعني تاخد مفتاح الشقة تيجي تسكن فيها على طول. المنبه، المصلية، انت كنتوا قاعدين كده بسم الله ما شاء الله، تبصوا على الشجر ده ومنظر البحر، منكم منظر البحر، وقدامكم مسجد، وقدام العمارة من الناحية التانية مسجد تاريخي كبير جدا اسمه مسجد جراح باشا. طبعا العمارة ديت في شقق بتبص الناحية التانية، والشقق ديت الشقة دي بتبص ناحية البحر زي ما احنا شايفين. واحنا لما نخرج من العمارة هتلاقوا مسجد كبير تاريخي، عايزين تصلوا في المسجد التاريخي كويس، تصلوا في المسجد التاريخي او تصلوا في المسجد ده.
وزي ما انتم بسم الله ما شاء الله يعني ايه شايفين حمام كتير جدا جدا، تستمتعوا جدا وانتم قاعدين كده في البيت في البلكونة الحلوة ديت، بدل ما تروحوا تنزلوا في الشوارع وترموا قمح للعصافير والحمام. لا بسم الله ما شاء الله الحمام يجي لكم لغاية عندكم هنا. الحمام ده يرمز للسلام. خلينا نكمل باقي الشقة. شوفوا بسم الله ما شاء الله سبحان الله. وبسم الله ما شاء الله بصوا كده دوت بيت للحمام، تخيلوا كده وانتوا قاعدين هنا. انا هفرجكم على باقي الشقه الاول. وانتوا قاعدين هنا كده كده الميزه انه في غرفه النوم اللي انتوا شايفينها ديت مفيش حد من الجيران بيبص عليكم. شايفين الحمام؟ شايفين الحمام وانتوا قاعدين كده؟ خليني كده انا قاعد كده على الكنبه ديت، قاعد كده ايه وابص على منظر الحمام كده. بسم الله ما شاء الله قد ايه متعة كبيرة جدا جدا وانتوا قاعدين هنا في عالم الطيور. والوقت انا قاعد اهو على الكنبة الحمراء ديت اهي بسم الله ما شاء الله. بصوا والاشجار كده جنبية ولا حد من الجيران خالص بيبص عليا خالص. وده ورايا شجرة الياسمين، شجرة الياسمين ورايا، الريحة الجميلة، حاسس كأني قاعد في حديقة مليانة روائح جميلة، روائح النباتات الجميلة. بسم الله ما شاء الله. على فكرة الشقة ديت جنب محطة المترو وجنب محطة الترامواي هنا في الفاتح. هشرح لكم كل حاجة. السعر يعتبر فرصة كبيرة جدا، 130,000 دولار بدل من 150,000 دولار. من حوالي 3 شهور المالك كان بيبيع ب 150,000 دولار، فدلوقتي السعر النهائي 130,000 دولار. ايه السبب؟ لان المالك في احتياج لفلوس، وطبعا ان هو الاحتياج لفلوس صراحة ما عندوش استعداد ينزل على ليرة واحدة بعد كده. قال لان الملك ده صاحب قرار قال السعر النهائي 130,000 دولار. يلا يا جماعة افرجكم على ايه ما شاء الله باقي الشقة. وعايز اشرح لكم حاجة مهمة جدا. بصوا يا جماعة هنا ديت ايدو اللي هي المركب السفينة بتاع ايدو اللي بتروح بورصة، اللي بتروح بورصة. يعني انتوا عشان تروحوا بورصة ما شاء الله ماشي حوالي 10 دقايق، 7 دقايق، 10 دقايق للسفينة، حوالي 10 دقايق للسفينة، وتروحوا بورصة تتفسحوا انتوا واسرتكم وترجعوا. او كمان برضو ده بنياني كوبي. وعايز اوريكم حاجة كمان مهمة جدا جدا. بصوا شايفين دي الجزر الاميرات، الجزر الاميرات اهي، وبتبان اكتر احيانا النهارده عشان في ايه الشمس مش واضحه جدا. نكمل يا جماعه بقى الشقه.
طبعا انتوا تخرجوا من هنا كده، ده الحمام، ده الحمام، باب الحمام لوحدي، وهنا باب الدش لوحدي. طبعا بكل بساطة ممكن تقفلوا ده كده خالص وتقفلوا كده ده خالص كده، اهو وتقفلوا الباب الصالة اهي. انا بص بسم الله ما شاء الله الغرفة قد ايه كبيرة جدا، كأنها سويت في فندق كبير ما شاء الله. على فكرة الشقة تعتبر جديدة جدا، هو ظبط كل حاجة، يعني البياض الدهان كل حاجة تعتبر من 8 شهور بس. خلينا بقى نطلع. طبعا الاثاث كل حاجة، الشقة بالعفش للبيع وكل حاجة، شيء مثلا كل حاجة جديدة ما شاء الله، زي كل حاجة ده اللي انا قصدي عليه، مثلا زي التلفزيون ده، ترابيزة التلفزيون، وعلى فكرة ديت بصوا هنا صالة كبيرة وفي غرفة للأطفال هناك، تعالوا أوريكم وغرفة الأطفال اهي. سريرين، كل حاجة موجودة ما شاء الله، الشقة مش ناقصها أي حاجة. وطبعا ده شباك، وشوفوا بتاعة المكنسة والمكوى كل حاجة، ما فيش حاجة ما شاء الله ناقصة الشقة. المطبخ شايفين نظيف، شقة نظيفة جدا ما شاء الله. البوتاجاز جديد، التلاجة جديدة، افتح التلاجة، كل حاجة نظيفة زي ما انتم شايفين كده. أوريكم بس حاجة صغيرة جدا يا جماعة، معلش كنت عايز أوريكم. شايفين القبة بتاعت المسجد ديت، واحنا طالعين ده المسجد التاريخي برضو، واحنا طالعين أوريها لكم. دلوقتي هنا في الصالة أوريكم بس إيه منظر البحر، ثواني. شايفين الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. وانا في المطبخ اهو، انا في المطبخ اهو بعيد، وانا في المطبخ شايفين منظر البحر ما شاء الله، منظر البحر والسفينة اللي هناك. وخلي بالكم بالنسبة لسعرها ده يعتبر لقطة لقطة لقطة، 130,000 دولار، وجنبكم كل حاجة بسم الله ما شاء الله، جنبكم كل حاجة، مستشفيات، مطاعم، كل حاجة. وعلى فكرة عايز اوريكم حاجة كمان عشان تفرحوا. دلوقتي مثلا الصالة الكبيرة دي فيها هنا ده الباب اهو، وهنا في دولاب للجزم تحت والجواكت وكل حاجة، والباب بتقفلوه هنا. شوفوا بقى الميزة بكل بساطة، ده الباب ده بتقفل كده، شايفين الخصوصية اهو، ده باب زيادة كده، شايفين الخصوصية الكبيرة.
لوحات كأنكم قاعدين في متحف، ما شاء الله. وكل وزي ما انتم شايفين كل حاجة مع العفش، يعني تاخدوا بس المفتاح الشقة وتقعدوا على طول، مش محتاجين تجيبوا أي حاجة، كل حاجة جاهزة. وعايز أوضح نقطة مهمة جدا جدا، شوفوا ديت ممكن دي ستارة، يعني لو نزلتها دلوقتي ديت ستارة، فدي ممكن تبقى الصالة هنا، ولما أنزل الستارة ديت تبقى دي الغرفة التالتة. فبقى عندنا 3 غرف وصالة، أو حابين تسيبوها زي كده. اه يا جماعة بسم الله ما شاء الله، يلا بينا دلوقتي ننزل تحت علشان اوريكم ايه المنظر، كل حاجة اوريكم، الشوارع اللي تحت اوريكم ازاي تروحوا على البحر وكل حاجة. وما تنسوش البلكونة ديت على فكرة، بسم الله ما شاء الله قد ايه كبيرة. تطلعوا من البلكونة تخشوا على أوضة النوم، بسم الله ما شاء الله تطلعوا كل يوم، لما تطلعوا كده من كل يوم وتبصوا كده على منظر البحر بتاعكم ده، ما شاء الله الهوا يرد الروح جدا. وكل يوم تسمعوا أذان ربنا المسجد اهو، ما فيش حد من الجيران خالص قدامكم. يلا بينا دلوقتي ننزل ناحية البحر دلوقتي، توكلنا على الله. يلا مع دلوقتي الجامع التاريخي اللي عند باب الشقة، دلوقتي يلا بينا نتحرك كده بنرسم. دلوقتي يا جماعه دي مستشفى الحسكي، مستشفى دوليه حكوميه جنبكم على طول، والاتوبيسات بتعدي من قدام البيت. دلوقتي انا الف شويه واعرفكم المنطقه كويس جدا. دي يا جماعه محطة الحسكي، دي محطة يوسف باشا، محطة رمواي، شايفين المحلات، البنوك، البنوك جنبكم على طول، جميع البنوك، المطاعم، ومحطة الترمواي. خرجنا من الشارع 3 دقايق دقيقتين مشي محطة الترمواي ديت يوسف باشا، ودي الاتوبيسات اللي بتروح التقسيم. وعايزين بصوا تطلعوا من البيت، تطلعوا حتى تخشوا من الشارع ده على طول وتطلعوا على البيت. انا بس حبيت ايه اشرح لكم المنطقه وكل حاجه. يعني انتوا مثلا من العربيات دي بتروح التقسيم، والشارع ده على طول تطلعوا من البيت على طول، 3 4 دقايق تلاقوا نفسكم في البيت. الصيدليات اكتر من كذا صيدليه، بنك تاني، كل البنوك هنا جنبيكم، حتى البنوك اهي. وعلى فكره ورايا على الشمال كان محطه مترو هناك اقصراي، دلوقتي انا اوريكم محطه المترو الثانيه اللي هي اسمها ياني كوبي. على فكرة محطة المترو ممكن نخشها من هنا، المترو قصادكم على طول هنا، لكن أنا حبيت أوريكم المنطقة. دي اسمها ديت، دلوقتي أنا داخل محطة ياني كوبي، الأسواق وكل العرب السياح بيجوا هنا، ومحطة لالالي هنا هنا. محطة لالالي المحطة اللي جاية على طول، دي محطة أقصرية، بعدها محطة لالالي، بعدها بكذا محطة، محطة السلطان أحمد. يا إما تركبوا الترمواي أو تمشوها. شوفوا كل البنوك ما شاء الله هنا، والمطاعم
يعني ديت اصل الاصل مركز اسطنبول اللي هو السلطان محمد الفاتح فتحها هنا، فتح ديت قسطنطينية، كل حاجة جنبيكو. الله تجمش. وده يا جماعة الوقت المترو هو. ده المترو هو. المترو ده بالظبط 4 دقايق للشقة ماشي، 4 دقايق 5 دقايق اللي هو المترو تحت البحر. بسم الله ما شاء الله. حتى واحنا عند البحر اوريكو البلكونة بتاعت الشقة دلوقتي. طبعا من هنا للشقة 5 دقايق، وخمس دقايق تطلعوا هنا، تطلعوا كده البحر هنا على طول. انتوا تقدروا كل يوم الصبح كده تصحوا من النوم على الساعة 7 الصبح تتمشوا هنا، او على بالليل في اي وقت، او تجروا كمان هنا، الرياضة كلها هنا، وهوا نظيف 100%، هوا البحر الاكسجين كله. دلوقتي انا هنركن العربية هنا وهنخش ايه جوه هنا دلوقتي. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله، ده الساحل اللي انا وانا في البلكونة وانا كنت بصور قلت لكم ده الساحل. 10 دقايق كده ماشي بالظبط، انتوا والاسر والعائلة تيجوا تقدروا تقعدوا كل يوم ما شاء الله، مش محتاجين ولا تركبوا سيارة ولا اي حاجة. شايفين الشقة اوريها لكم فين دلوقتي، ركزوا معايا، خليكم معايا. شايفين شايفين الجامع المأذنة اهي، البلكونة اللي ورا المأذنة على طول، هي ديت الشقة يا جماعة ما شاء الله. خليني اشرح لكم التفاصيل عن الشقة وكل حاجة دلوقتي. السلام عليكم يا جماعة، بالنسبة للشقة الجميلة ديت ما شاء الله في منطقة الفاتح. فين في منطقة الفاتح؟ جنب محطة ترامواي يوسف باشا، جنب محطة مستشفى الحسكي، وزي ما انتوا شفتوا ما شاء الله جنبيها المستشفيات، وجنبها كمان مدارس والمطاعم والسوبر ماركتات، واكتر من مستشفى جنبيها، وغير كده مترو وترامواي. انتوا مش محتاجين خالص تركبوا لاي مكان، مش محتاجين تركبوا اتوبيسات ولا تاكسيات، كل مواصلاتكم كل مشاوركم بالمترو المريح المكيف، سواء المترو او سواء الترامواي. الشقة في الدور الثاني، العمارة كلها 3 أدوار، يعني انتوا فوقيك دور كمان، يعني في الصيف مفيش حر ولا حاجة. وزي ما انتوا شايفين وانا في مكاني هنا لسه مصور لكم منظر البلكونة من هناك عند المسجد اللي انا وريته لكم من شوية، فدي تعتبر فرصة كبيرة جدا ما شاء الله. حاجة كمان عايز اقولها، ان المالك بصراحة كان عارضها على 150,000 دولار، فكنت بتكلم معاه، كلمني الايام ديت، قال لي يا علي هو علشان محتاج فلوس ضروري جدا يقضي مصلحة خاصة بي، محتاج المصلحة ديت 130,000 دولار، فهو قال السعر النهائي 130,000 دولار، مش هينزل ليرة واحدة ولا دولار واحد. فمعنى كده من 150,000 دولار ل 130,000 دولار، يعني نزل 20,000 دولار. وعلى فكرة بسم الله ما شاء الله زي ما انت شفتوا، على يعني انا ما صورتش الباقي هنا، كلها ساحل، تأجروا العجل وتمشوا على الساحل، تيجوا تصطادوا هنا كل يوم ما شاء الله. وحتى القعدة ديت مش محتاجين تقعدوها، انتوا في البلكونة بتبصوا على المنظر ده، فدي تعتبر فرصة كبيرة جدا، وهتاخدوا الطاب في نفس اليوم ان شاء الله. وبنحبكم جدا وهنكون معاكم في كل خطوة ان شاء الله. علي جمال، اسطنبول، تركيا، مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في اسطنبول، بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارحة على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة
وشريك المحترم، وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر، وأشكرهم جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد، والجماعه وقفونا على صيتنا، ما حسينا بغربه، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا ومعنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريك التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكك التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطاقة. الله يبارك فيك يا أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطاقة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطاقة باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة، يعلم الله. ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد، يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريك التركي ناس موثوق بهم جدا جدا، ولهم كل الشكر. واني بنصح كل واحد حاب يشتري شقه في تركيا ان يتصل بالاخ علي جمال وشريك التركي من خلال اليوتيوب، ويختار شيء وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع. ولهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخوكم ابو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون اخ علي جمال، اشترينا شقه في سلطان ايوب، والحمد لله كان سعر مناسب من افضل الاسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسة منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير، وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر استاذ علي جمال اللي قال لنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملوا وياه لانه انسان صادق وامين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات. زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديتوه اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود، اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي فيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، الحقيقة يعني أنا أنصح بالتعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو في الفرن برضه أسعاره جيدة، والله يوفقه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي جمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حب يجي إلى تركيا، تحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي جمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جات على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أنطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني الرجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقة اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يحكي لغة تركية واللغة الإنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلمون. أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معه ما شاء الله ومعاملته، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم من أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ لي. وكان لي الفضل بعد ربنا في مساعدنا في موضوع الإقامة، دلني على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على مكان زراعة الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشرة كنت خلصت العملية، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على عملية. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب إنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس بسعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال.
للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال في اسطنبول. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا، فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك شقتك هتتباع بسرعة، فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة من نوكولي. كويس، بناخد النسبة المعروف عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في اسطنبول، بعد البحث حصلنا على شقة في اسطنبول والحمد لله والشكر بجهود استاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارحة على الطابو خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريك المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في اسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريك المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا. احنا نشكرهم كثير وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة.
ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعه وكفونا. انا صرت ما حسينا بغربه، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة تركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابة باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد. يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريكة تركي ناس موثوق بهم جدا جدا، وإلهم كل الشكر. وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريكة تركي من خلال اليوتيوب، ويختار شيء وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع. وإلهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب، والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه لمسة منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر استاذ علي جمال اللي قال لنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملوا وياه لانه انسان صادق وامين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يودينا على واحد وواحد يودينا على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي الجناطاني وعائلتي اربع نفرات. زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. اخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احب اتكلم عن تجربتي الشخصيه مع استاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. واستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة يتواصلون مع أستاذ علي جمال.
وشكرا. معك خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا، علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، فالحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو الجمال برضه أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية ويا مع الأستاذ علي الجمال من حيث الإيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حب يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي الجمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جات على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أنطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقق اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يحكي لغة تركية ولغة إنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي الجمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلمون. أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال في اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معه ما شاء الله، ومعاملته بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم أن أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ ليه، وكان لي الفضل بعد ربنا في مساعدنا في موضوع الإقامة، دلني على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على مكان زراعة الشعر. تاني يوم ما وصلت مباشرة كنت خلصت العملية، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية يوم 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على عمله. السلام عليكم. أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت اسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقبالي أكثر من رائع. أنا زرت اسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب أنه الأخ علي جمال وفر لي شقة سوبر ديلوكس، السعر أكثر من مناسب، أفضل منطقة مناسبة. بصراحة أنا يعني حسيت بالأرتياح كثير مع الأخ علي جمال، هو صار صديقي. يعني أنا أنصح كل الأشخاص اللي يحبون يجون إلى تركيا في الشراء أو البيع أو الإيجار مع الأخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول، فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب
في منطقة السلطان أحمد والقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبين أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار، الاتصال بالأخ علي جمال في إسطنبول. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا الشركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه. ايه النقطة التانية؟ مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا، فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة، جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة، كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعة. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة من نكولي. كويس، بناخد النسبة المعروف عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية، يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما،
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم
يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون